يا باب فاطمة لا طرق تبريبة ويد الهدى سدلت عليك حجابا أولست أنت بكل آن مهبط الأملاك فيك تقبل الأعتاب. آه لتلك الصرخة التي هزت عرش الإله وارتجف لها الملكوت، صرخة من فؤاد سيدة نساء العالمين وهي الصديقة الكبرى التي على معرفتها دارت القرون الأولى، وهي أمينة الوحي كأبيها وخازنة علمه وسره، وتجسدت آثار الوحي في شخصيتها وصفاتها وذريتها، وهي ليلة القدر عندما نقرأ سورة القدر وتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. يجب أن تعلم إنك أمام سر رباني، أمام لغز لا يمكن حله بهذا العقل الصغير. فعن مولانا الباقر عليه السلام في تفسير سورة القدر قال: إن فاطمة هي ليلة القدر، من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، ما تكاملت النبوة لنبي حتى أقر بفضلها ومحبتها، وهي الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. يا الله يا الله، يا له من تعبير عظيم لحقيقة عظيمة. يقول: الخلق فطموا عن معرفتها، أي امرأة هذه السيدة؟ ويقول: ما تكاملت النبوة لنبي حتى أقر بفضلها ومحبتها. فهنيئا لكل محب للزهراء عليها السلام. لكن يجب أن ننتبه جيدا، إن من يحب أحد لا يمكن أن يحب عدوه، ومن يحب أحد محبة حقيقية يجب أن يقتدي به ويتبعه، على الأقل يرضيه ويتودد له. فهل نحن نفعل ذلك؟ سؤال لكل مؤمن: هل تعرف حقا الصديقة فاطمة الزهراء عليه السلام أم مجرد كلام؟ حاول أن تبحث عن كل شيء يخص الزهراء سلام الله عليها، حتى أمام رب العالمين تكون قد سعيت في معرفتها وطلب معرفتها. وأولا يجب أن تطلب معرفتها من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثانيا: هل أنت مرضي عندها؟ وما مدى رضاها عنك؟ وافهم إنها لا ترضى إلا على من يقتدي بها وبأهل بيتها عليهم السلام أجمعين.